حياكم الله مشاهدينا في احلى الليالي، ليالي الكويت. نمسي عليكم بالخير وحلقه جديده اليوم. مساء الخير محمد. مساء النور والسرور يا لولو، حياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقه جديده. اليوم راح تكون الانطلاقه مميزه مثل ما عودناكم، وايضا في لقاءاتنا المتنوعه اللي دائما نحاول نقدمها في دقاقه جميله من خلال شاشتنا، شاشه تلفزيون دوله الكويت. ضيفنا الاول من هو؟ اليوم حلقتنا مميزة وفنية والله. الله يخليكم تقدمون الحلقة ولا المميزة لكم، يعني لكم ربيان حياك الله وقباقب. ايش رايكم بالضيف؟ والله هذا فلشاوي رسمي. ايه رسمي. حلقة فلشاوية اليوم. هذا المشروع مشروع أمينة وعبد الله مال الله، بس حاطينه بوت. اي مال الله، اي بوت شرم، يعني البوت حاطين فيه شرم. شرم بوت مشاهدينا، احنا من خلال شاشة تلفزيون دولة الكويت وبرنامجنا ليالي الكويت مشرفنا اليوم احلى ممثل وفنان كويتي نعتز فيه، حسن البلام. حياك الله حبيبي، مساكم الله بالخير لولو محمد، وان شاء الله حلقه تصير حلوه. بدايتها احنا ربيان وقباقب، مع ان احنا قاعد نصير مال مندي ومال مندي خالصين، وان شاء الله تكون حلقه حلوه وخفيفه ظريفه، ونقول كل المعلومات اكيد وجودك تحلى الحلقه. لكن سؤال، شلون دشيت وجودكم انت شلون دشيت علينا؟ وين انتم حالاتكم؟ ما شاء الله بالتلفزيون والله البرنامج ما شاء الله صيته وشغله، وانتم الدويتو الحلو اللي مسوينه الله يهنيكم. ان شاء الله دوم تلفزيون الكويت بالدعم اللي قاعد يسوي طاقات الشبابيه، نشوف مثل المذيعين الحلوين اللي مثلكم. منورنا اليوم بليالي الكويت، واكيد لنا لقاء جميل معاك راح يكون، راح نعرف اكثر عن حسن بلام اللي منورنا اليوم في ليالي. حلو، ليش مشيب؟ على ستايل حق المسلسل. بعدين عندنا احنا مشاهدينا راح ندخل في خبايا هيلو سيل. سيلو هيل. سيلو هيل. اي لان سيلو هو الاكبر. السيل اكبر؟ انا اعرف الهيل. لا على السيل سيل نفسه. مشاهدينا احنا نعرف الهيل، بس السيل راح نعرفه باللقاء مع حسن البلام. هيلو سيل اكيد لقاء مفصل اكيد مع نجمنا الليله، او نجم ليلتنا في ليالي الكويت اليوم الفنان حسن البلام. ننطلق حلقتنا ونقول بسم الله. بسم الله. حياكم الله مشاهدينا الكرام، يعني عوده جديده واكيد راح تكون جميله، خصوصا مع ضيفنا اليوم اكيد منورنا في ليالي الكويت الفنان الجميل واللي الكل يحب الصغير والكبير حسن البلام. حياك الله. الله يسمع منك، مشكور يا الوسم حبيبي. اول سؤال يطري على بالي، انا شفت السي في موجود لكن المعروف لا يعرف، انت نجم كويتي وايضا معروف في سماء الخليج العربي والوطن العربي. الحمد لله. وين هالغيبه؟ لا موجود، انا ترى كل لا سنه لا موجود. لا 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 تغب. وين هالغيبه؟ وين عن لقاءاتنا بتلفزيون الكويت ما تطلع ويانا؟ لا هو شوف، هو ما في شيء حقيقه، لكن احنا يعني عقب الدعم اللي سوى لنا يا التلفزيون ان شاء الله راح نكون ليه قدام تواجد. لا طالع اللي ورا، اللي صار اللي صار كثر ما تحكي فيه ما راح يتعدل. لا تحكي باللي قدام، اللي قدام الحين سيل وهيل. سيل وهيل عمل راح يكون الفنان الجميل حسن البلام، وراح يكون من انتاج تلفزيون دوله الكويت ان شاء الله. هذا اول تعاون لي مع تلفزيون دوله الكويت. طبعا المشروع هذا كله ابتدى حقيقه على ايام الاخ العزيز اخونا الفاضل سعاده الوزير السابق سلمان الحمود. وصباح صراحه ما قصر، حاول يدعمنا كشباب وكمنتجين كويتيين الفكره اللي حطوها يعني من زمان، وقاعد يكمل فيها الان طبعا ان شاء الله بعبد الله الشيخ محمد عبد الله مبارك. طبعا هو شاب وهو داعم من زمان حقنا وصديق واخ عزيز. وطبعا في ناس وايد بالوزاره صراحه، انا فيها ناس واسامي محمد لازم يعني نذكرهم بلا شك حق. لا لا ما يصير يعني، لا مو على اساس ان اعطوني انا مثلا او اعطوني الانتاج الحين انا بمدحهم، لا 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 في اسامي حقيقه يعني. الان تكلم عن بفواز طارق المزرم وكيل. حقيقه الوكيل، وكيل وزاره، موقف وكلام واستقبال ويرحب فيك والله لو ما يخلص شغلك بس انت راضي. والله انا اقول يخلص. لا اقول لك لو ما يخلص شغلك وما يصير بس انت راضي، كفايه في قبله زينه، في انسان قاعد تعرف التعامل معاه في 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 ثقافه، في فكر، في فكر داخلي قاعد ينمي فكرك. المقابله تصير بينك وبينه تطلع انت بفكر ثاني. الاخ عادل عطله حقيقه انا ايه عبد العزيز، لا في اسامي لازم يذكرون يعني، مجيد الجزاف، ناس ما خالد الرشيدي، داعمين، هذول داعمين لو ما تشوفهم بالصوره لكن داعمين من تحت لتحت. ما خليت احد ذكرت ما هذول اللي حطوا، هذول اللي صاروا الان او اللي مسكوا المناصب
حقيقه اللي قاعد يحركون هالاشياء الطيبه اللي قاعد يسوونها اللي انا فيه وانت فيه وتلفزيون الكويت والنشوه الحقيقيه ان شاء الله اللي كلنا احنا ايدنا بيدهم وكلنا قاعد نحاول نقدم وبنقدم الشيء الحلو لرمضان نطلع في صوره جديده لتلفزيون دولتنا. انا 24 سنه فنان كويتي، هذا اول انتاج لي لتلفزيون دوله الكويت. الحمد لله. 24 سنه ما شاء الله. شوف مو اربع سنين توك شباب بعد. إيه يعني ما كنت احصل الى شباب توك تقول الشيب. لا انا ما كنا نحصل الدعم، انا اخوي عبد الرحمن العقل، كل الناس اللي الان قاعد يشتغلون المنتجين الكويتيين حقيقة اللي كنا احنا نسولف وين ما تعطون المنتجين الكويتيين المنتجين الكويتيين، الحين عطوا المنتجين الكويتيين الحين الرك علينا احنا كمنتجين او كفنانين. يستاهلون؟ لا ان شاء الله الكل يستاهل، بس نستاهل بالعمل الجيد ان شاء الله اللي راح نقدمه. اكيد بلا شك احنا نعتز كشباب اكيد والله، ليس تزلفا بكل الاسماء اللي ذكرتها، ما ابي اقول فلان ولا فلان، لا في وايد، في شمري، في انت تتكلم شؤون مالية وادارية، تتكلم شباب صغار، عرفت، مشاري عبد الغني، جبر الصلال، ناس اللي معاك بالشغل هذا. أكيد إيه في وايد أسامي ما نقدر إحنا. هم أكيد بلا شك الأبواب مفتوحة للكل، خصوصاً إن الشباب أي واحد عنده فكرة داعمين بلا شك. أنا قلت لك حقيقة وليس تزلفاً، نعتز بهذه الأسماء اللي ذكرتها جميعاً بلا استثناء. إحنا شنو محمد، إحنا إذا قدرنا يعني نقول دائماً إن مشاهدة التلفزيون دولة الكويت راحت المشاهدة عن التلفزيون، يمكن صج ويمكن لا وإحنا ما ندري، وهذه أرقام وريت قاعد يحطونه القنوات الثانية حقيقة محقيقة، إحنا ما ندري يعني صح. ولكن إحنا بمجهود الشباب اللي الآن الكل ما أتكلم، لما الحين أتكلم عن سيلو هيل، مسلسل سيلو هيل، يعني تأكد إني قاعد أتكلم عن بطبيع، قاعد أتكلم عن كل المسلسلات اللي راح تعرض على تلفزيون دولة الكويت. الحمد لله. فإحنا الشباب همة هالناس هذه، كل إنسان تعب وحط برنامج وحط فكرة وحط شغل، هذا إن شاء الله نحصد نتاجه إن شاء الله في رمضان، وإن شاء الله نقدر نخلي العيون مرة ثانية ترجع حق تلفزيون دولتنا. إن شاء الله أكيد هي راجعة بلا شك وراح ترجع بوجودك بلا شك، أينما كان حسن بلام العيون أكيد وراه بلا شك. السؤال حسستني شني حرامي يدورونك. لا 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 ترى العيون عليك لا تسوي يدورونك شيء. يدورونك محبة إن شاء الله أكيد بلا شك. حسن بلام سيل وهيل شنو قصتها، شنو فكرتها، كلمنا نبي المشاهدين خصوصا حق الكويت يعرفون على الاقل. شوف سالوا هي الفكرة، البرنامج او المسلسل هذا كانت فكرته فكرة بدوية عامة، كان الاجواء بدوي قديم، ولكن قلت لك انا الاخوان اللي قائمين على العمل والداعمين بفواز وكل هذا باجتماعاتنا والربع قالوا ليش خرد نسوي تراث كويتي قديم، فالان صارت فكرته تراث كويتي قديم، عهد او زمان ما ندري متى، يعني ما له مو 1600 1700 62 لا مو محددين الزمان، مو محددين المكان، الكويت اطراف الكويت داخل الكويت السور برا السور، احنا مو محددين هذا كله. حلو. احنا قاعد نقول في فريجين، فريج الشمالي وفريج الجنوبي، ويحدث ما بينهم مشاكل حروب غزوات، وفي فرجان ثانيه يمنه في سلابه في مشاكل كذي، في خطف، في سرقات، في ايه يعني اكشن، ايه في اكشن، كل حلقه فيها احداث هو متواصل. نعم. يعني مش متصل، لا عمل مش منفصل، اسف، عمل متصل بشخوصه باحداثه، وكل مره حدث وراح نعيش الاحداث مع الشخصيات اللي راح نقدمها. راح نتعمق اكيد في سيل وهيل، لكن بنشوف هالتقرير مع مشاهدينا من لوكيشن سيل وهيل. أنا هيل أخو سيل حسن البلام، والدتنا غديرة أم سالم صار الشراح، يعني اثنين مناشبين بعض بينهم مشاكل غشمرة يتناشبون، أنت معادين أنت ما تحبني أنا بتزوج قبلك، ومواقفهم يعني ما فيهم من الشر، يعني مواقف كوميدية الحلوة تشوفها بالفريج مع خالهم. طلعت المسلسل دوري طلع، هو احد فرسان المنطقة مثل ما تقول،
دائما يحاولون هم ان يحامون عن المنطقه ويشوفون امورهم، ويعني مثل ما تقول انه هو من الكبار ولات المنطقه يعني. وتصير له احداث مع سيل وهيل اللي هم اخوان طبعا، لما بعدين يحب واحده من الفريج الثاني ويتزوجها. يعني في شيء خفيف كوميدي ان شاء الله يعجبكم برمضان. شخصية عقاب، قلت لك كاركتر ما ابي اقول شنو محتوى، بس شوية الكوميديا فارس وايد، يعني يا تقطني على صخر يا ان شاء الله ما تقطني على صخر. يتعرض لضغوطات نفسية بشكل كوميدي، ويبي يصطلب يبي يصير فارس. عاد تخيلنا على فارس عاد. دور واحد المتقمص اللي جاي من الديرة، جاي من يعني من مكان بعيد، جاي إلى الفريج مثل ما يسمونه في الكويت، جاي من بادية. فهذا الدور اللي أنا تقمصته، ودور شرس ودور فارس ودور يعني دائما معصب دائما متوتر ما يشوف أحد شيء كذا، يعني متكهرب. دوري في المسلسل دور شخصية اسمها عطشان، الخسيس اللي يتنقل بين القرى وينقل الأخبار لهذا وهذا، ورحال أصلا من منطقة إلى منطقة، وأمشي بين الفرجان وبيع الكحل وبيع المستلزمات النسائية التجميلية هذه للحريم. فتشوف الشخصية تقريبا مايل لأنه يدلع الناس، ويا قلبي هذا الكحل حلو عليك وكذا. ليش بتدلع عليك؟ ركز واخر يدك واخر يدك. خلاص هنشغلت ابنية ضايعة. والله العظيم أنا مستعد أموت بس أكفر عن غلطي وأطلع جوال تحت الأرض وتعيش. احنا بدايه مشاهده اسمحوا لي اقول حق زميلتي لولو سلامات، ما تشوفين شاف عيونك شوي بس قطره بسيطه سلامات كان يبكيلي انا خل اقطر الله يسلمك. كنت بطل والله اني حرصت، انا مستهبه من امس ورحت قطرت فيها وحرصت اني اكون في لقاء حسن البلام اليوم. والله لا تحرجوني يا الربع والله اكيد يعني شرف لي والله. الشرف لنا اكيد، منورنا في ليالي الكويت. قبل شوي شفنا كواليس سيل وهيل اللي راح ينعرض ان شاء الله برمضان، نبي دور حسن البلام. دور حسن البلام اكيد كوميدي. هو على فكره عمل كوميدي كامل، يعني شخصياته، يعني حتى لما اقول كان دوري فارس القبيله كوميدي، اي فارس بس بنفس جسمه يعني مسويين حركات. احنا يعني هو مو فانتازيا لكن جايين صوب اشياء معينه يعني. راح نشوف. ما ودي احرق انا اقول شيء يعني. انا حتى اليوم لما يوصل ورا التقرير حرصت انه ما يحرقون اشكال الشخصيات، حتى اللي شفتوه هذه مو الاشكال الحقيقيه. شوقتونا والله على الكواليس. اي لا فاحنا انا دوري اخو احمد العونان، امنا طبعا الغاليه اختنا انتصار الشراح. أي. ام سالم راح تكون امنا، وانا والعونان اخوان، وعندنا عاد بيت خالنا محمد رمضان، وعندنا فنانين وايد مشاركين. شفت اخواننا من السعوديه ايضا، طارق الحربي وزيد الزويدي. يعني فنان حسن البلام حرصت جدا على وجود الشباب في العمل معك، خاصه العمل هذا. يعني شوف شباب من السعوديه الى طول العمر. احنا راح ننسى موضوع سعوديه والكويت. الان الفن فن. يا سلام. احنا ما في يعني هذا توجه سيد حضره صاحب السمو، توجه كل رؤسائنا بالدول في الخليج. أكيد. ان احنا شعب واحد، دوله واحده، اللي يجري عليهم يجري علينا. فاحنا ايوه فاحنا لما شارك لما شاركوني شباب السعوديه من البحرين من الامارات احنا واحد. ها على فكره مخلي كلنا بلهجته. ها اوكي. اي يعني ما اي ما ليش يعني هذا بالكويت زمان في البحريني وفي السعودي وفي الاماراتي والعماني عايشين مع بعض كلنا. انت لهجتك غير وانا لهجتي غير، ما يفرق. ما الان قمنا نلاحظ هذه لهجتها كذي وهذا فلا، لكن زمان عايشين مع بعض. حلو. فاحنا بالربع. فالشباب اخواننا السعوديين او الشباب الفنانين انت بما ان حرصت انا على الشباب. أيه. الان توجه قلت لك انا بتوجه ايضا ابو فواز والربع بالوزاره الاخوان كلهم ان احنا نخلق جيل قادم للتلفزيون بلا شك. اذا انا الان هم قاعد يمثلون مع حسن البلام، فهد، مبارك، محمد، سالم، على اي اسم. نعم. في 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 الاحتكاك بالتلفزيون من ضمن المسلسلات الكثيره، هذا باكر كل واحد فيهم يسوي مسلسل بلا شك. كل واحد فيهم نجم. أكيد. فيصير اثراء للساحه الفنيه، تكمل مسيره. أكيد. اللي قدموه الفنانين الكويتيين بالضبط. واحنا الان اذا طلع حسن البلام وراح السعوديه
فبيقدم عمل بالسعودية بس هو حسن البلام. راح تتكلم باللهجة الكويتية. لهجتنا عادية. مثل ما الحربي الحين بالمسلسل معاكم بسيلو هيل قاعد يتكلم باللهجة السعودية. سعودية وشوي قاعد يقول جداوي، زيد السويدة قاعد يتكلم شوي صوب الشمال السعودية. حسن البلام تعرف هاللهجات تعطينا شوية جداوي؟ أنا إيش بالجداوي أنا أتكلم زي طارق الحربي؟ أيوة يعني أبو تيسر. لا أنا أعرف وايد لهجة، يعني أتكلم كل لهجات الخليج. الجد يعني ما يعني الحين صار الحساسية اللي صايرة بالمجتمعات خلتنا نعزف عن هالمكان. إحنا زمان قدمنا أعمال كثيرة سوين فيها كل الشخصيات أو قلدنا كل اللهجات الخليجية. الآن في حساسية زايدة واللي سببها سهولة تواصل المجتمع أو الجمهور للفنان. نعم. من خلال السوشيال ميديا. نعم. الآن سهل يوصلك وسهل يسبك وسهل يغلط عليك ويقول يعني رأيه قمت تلامسها كفنان. إيه فأنا عزفت عن تقليد اللهجات وخرت شوية. أبي الناس لما تحس لما أنا من حبي لأهل الإمارات فأنا عارف لهجتهم. أكيد صحيح. يا جماعة الخير لما الفنان يقلد لهجة معينة من حبه لها لما حب. أقلد السعودية من حبي لهم من البحرين كل هذول أهلنا بلا شك. أنا مثل ما قلت لك أنا ما أبي أفرق. لا حلو. ما أقدر أنا بداخلي ما أقدر. هذا فلسفة حقيقة راقية منك نعترمها. لكن حسن البلام أنت شخصية غير الفنان، أنت طيب ومتواصل مع الكل لكن حريص وشديد في لوكيشن العمل. ليش؟ شديد شوية صح؟ إيه ليش؟ عسر؟ إيه ليش؟ يعني شوف أنا ما أدري لكن يعني أنا أحمد ربي أن أنا في صغري في بدايتي بالفن احتكيت بالفنانين القدامى الكبار وعاصرت أكثر من جيل سبقني وإن شاء الله عاصر أكثر من جيل جاي بعدي إن شاء الله. فاللي اكتشفته إن بالعمل لما تكون جد وحقيقي تنجز راح تنجز ويطلع شيء حقيقي حلو. لما التزام الفنان التزام أعصب إنزين وقت الشغل خلاص شغل يا أخي خلي بالشغل وبرا نقعد وربع وانت سامع وتعرف ناس من حولي وربعي ان احنا ربع يعني حتى لو فارغ السن ما بكمل عمري يعني انا 42 سنه لكن ما شاء الله العمر كله اي الله يسلمك معاكم ان شاء الله. لكن اللي معايا الان شباب 28 29 فانا اكبر منهم 15 14 سنه فانا مو قادر يعني نعمل فارق في السن احنا ربع واخوان لكن بالجد جد يعني ما شاء الله ذكرت ان عمرك 42 سنه العمر كله لك ان شاء الله لكن مسيرتك الفنيه ربع قرن. أوه. 25 سنه ربع قرن يبي الفضل ما في يبي الفضل ما شاء الله ربع قرن. لا انا حسبت تقولين انت عمرك 42 بس ماشي 60 لا تحاول تحسبينها بالميل تطلع دبل علي. لا قلبك شباب ان شاء الله على طول شباب شباب القلب وراح تبقى شباب ان شاء الله على طول تمام هالحس الكوميدي الجميل موجود عندك الحمد لله. نبي المسيره الفنيه هذه اللي استمرت ربع قرن نبي نعرف اهم ثلاث محطات سوت نقطة تحول في مسيرتك الفنية. والله سؤال حلو والله سؤال حلو بس ما أقدر أجاوب. راح أجاوب شيء بالمسرح وشيء بالتلفزيون. أما ثلاثة مراحل بالمسرح مسرحية جلباب زوجتي نقلة إيه. كبيرة مسرحية عودة التجنيد حلو نقلة كبيرة مسرحية الحكم لكم نقلة كبيرة حلو. بالنسبة للمسرح بالنسبة للتلفزيون برنامج مسلسل القدر المحتوم مع عمي المرحوم الله يرحمه عبد العزيز المنصور قدم لي شيء كبير لحد الآن أنا قاعد أستفيد منه. النقلة الثانية كانت ما بتكلم عن الكوميدي أنا الآن بالتراجيدي. النقلة كانت في اللقيطة مسلسل اللقيطة. النقلة الثالثة حتكون السنة إن شاء الله حتكون بالدراما لا مع اليوم الأسود. يوم الأسود. اليوم الأسود. راح فهد العليوة حقيقة كاتب لي شيء متفق معاي عليه من سنتين كاتب لي شيء ما أدري وين شو مسوي كاتب روعة ما بيمدح وايد يقولون رفيجك وقاعد تمدح وقاعد تشتغل له لكن كاتب يعرف الفنان اللي بيسوي هالدور وين يروح له حتى بالحوار في شيء مهم من خلال النقطة اللي جاية أنا قاعد يعني قاعد أراهن إن هذه نقطة تحول. تخيلي ما نزلت ليه الحين
أحمد المقلة، المخرج البحريني أو المخرج الخليجي أو المخرج العربي الكبير أحمد يعقوب المقلة. والله يا لولو والله قاعد كلف وقاعد أحلف، أنا مو قاعد أنا ما مسح جوخ. أنت مو بحاجة أصلاً. إيه ما مسح جوخ ولا بحاجة أرفع حق أستاذ أحمد ولا فهد ولا أستاذ فهد بدون الألقاب يعني. أكيد. أنا قاعد أتكلم بدون ألقاب. نعم. أحمد المقلة مكسب للوسط الفني الكويتي، وجوده داخل المجتمع الكويتي يصور أول سنة يصور، لكن مكسب والله والله يا الربع إن ود حسن البلام مكان أنا ما أعرف نفسي لما أطلع أشوف المشهد، أنا ما أعرف نفسي، يحاسبني حتى على التون يعني، يحاسبني على أنا دائما أتكلم من خشمي صوتي في في خنة مو حلوة، يحاسبني عليها، منزل طبقتي موديني مكان بالأداء أنا ما سويته بحياتي، فعشان كذي أنا أشكره من الحين. شلون راح يقدمني برمضان حق الناس؟ إحنا نقول يا بخت أحمد يعقوب المقلة وأيضا الكاتب الجميل فهد العليوة، نوجه لهم تحية أكيد. وعلى طار الصوت وتدقيق أحمد على صوتك، شو تسمعنا والمايك عندك؟ لا شوف حسن البلام لا أحكي العظم تبون أغاني الفرقة يضحكون يدرون صوتي مو زين. الفرقة في أهل الكويت موجودة والمايك عندك وإحنا نستعلم المشاهدين يستعلمون. لا بعديني يلا شو نقول؟ اللي شو اللي تبي؟ يلا أنت الريه كورد الريه على كورد الريه الربع ها وين ها الله عبد الله رويشة في كل مكان. اللي نساك اللي نساك اللي نساك انت اللي نساك رجع اللي نساك اللي نساك انت لا تشتكي وتلوم عمر الحزن ما يدوم والعمر في كم يوم حتى نعيش بعض حال الهوى أحوال كل يوم يكب حال ما الصبر تلقى بكرة الفرح تلقى لا تشتكي وتلوم عمر الحزن ما يدوم والعمر فيه كم يوم حتى نعيش بعض. أحسن شيء سويتونكم قفلتوا بسرعة. الله. لا 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 أي الله لا. لا لا طلعت مواهبك المدفونة محمد الوسمي اليوم خليت حسن البلام يطلع مواهب مدفونة. أنا مال عدنيات وأصوات. لا لا بنطلع بعد مواهب مدفونة أكثر في ليالي الكويت اليوم. كثير من الناس ما يدرون إنك تكتب شعر. بشرب ماي. تفضل بالعافية. وايد يا جماعة نشف ريجي. بالعافية. دائما حسن البلام معروف إنها في الجانب العاطفي أو الأدبي. دائما مبدع في كتابة الشعر دشت وخصوصا دشت علي اختي العودة رضيعتي بكلامك بالخير اقعد ادق عود انا بالدار اي عندي عود وقصيت على واحد من ربع سكته قصيت قصيت على علي بالخيل قلت له علمني وعلمني قمت ادق عود فادق ادق عود ولا داش اختي العودة تقول لي اخوي ما وجهك مو مال احساس وانا داش عرفت قاعد اسوي تقول فكسرت ميادي في الاول لا شويه تعلم ادق لا تبي الجيتار كذي وهذا اعطيك الحين اقوم يعني تغني نجرب لا 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 لا, لا, لا انا الشعر هو مو شعر يعني انا احب اكتب زهيري زهيريات اي حقيقه كتبت اكثر من عام يمكن خمس اعمال او خمس زهيريات غناهم لي عبد الله رويشد ما شاء الله اي نعم وعندي راشد الماجد اخذ مني وحده غنى لي وحده وعيضه المنهالي ما شاء الله الثنتين راشد وعيضه هذه كانت حق عياده الوطنيه بالاخواننا بالامارات واخواننا بالامارات وقياده وشعبا قاعد يحرجوننا كل سنه احنا كشعب الكويتي باحتفالاتهم بعيد الوطني مالنا احنا صح. فقاعد يحرجوننا وايد اشياء قاعد يسوون احنا مو قادرين نرد لهم لكن احنا عيال صباح الأحمد أو عيال سيدي حضرة صاحب إحنا كأهل الكويت نرد لهم شغلات بسيطة فإحنا أنا رديت بشعر
حق محمد بن زايد او حق اهل الامارات او حق عيال زايد كلهم طبعا استاهلون عيوننا. ورديت حق سيدي حضره صاحب السمو اللي هو الشيخ خليفه بن زايد بشعرين كذي حلوين زهيريات ثنتين. انا راح ابلش بهذول لان احنا حقيقه نفكر شو نسوي الرد حق الامارات. الامارات اكيد كل ولا يهونون اخواننا بدول الخليج كلهم، ولكن الكل ملاحظ سيدي حضره صاحب السمو محمد بن راشد كيفيه احتفاليته فينا. اكيد طبي المطار ورد وما ادري شنو مع الجناط حق العيد الوطني تروحين ما شمس مسوين اشياء ما ادري شنو دائما المبادرات تكون من الامارات. فراح اقول الثنتين اللي غناها، واحده غناها راشد وعيضه، وبعدين نرجع حق زهريات الام اللي كتبتهم. ايش تبون الحين بكي ولا وطني؟ الامارات يستاهلون. الامارات قلنا حق نقول ها نبي وطني الحين حق الامارات، عقبها عشان المشاهدين عاطفي وشويه حق الام. نبي بالشيخ محمد بن زايد عسى الله يقول تبي احلف بكتاب ربي ويمينه. يمينه تبي احلف بكتاب ربي ويمينه يساره ما تدري ايش تعمل. يمينه يمينه نحن والله بارواحنا سا يمينه كلنا على حب خالد بن زايد. بن زايد على الرجوله والكرم شارب زايد محمد ال نهيان، وتراه بن زايد شرف له بس من يصافح يمينه. الله عليك صح الله لسانك. هذه حق سيد الشيخ محمد بن زايد. وفي يقول جينا بولاء وحب سلطان خليفه. خليفه بالخليج انت شيخ والزايد خليفه. جينا بولاء وحب سلطان خليفه بالخليج انت شيخ والزايد خليفه حكمت الامارات وحبنا لك خليفه. انت ابونا انت ابونا بعد زايد يا ابو سلطان بقلوبنا يالس على العرش سلطان شورك نقبله دون حجة وسلطان لأنك شيخ الشيوخ لنا والله وخليفة. خليفة الله عليك صح الله لسانك أشي عاطفي شوية ولا الأم إيش تفضل؟ تبون أم تبون عاطفي تبون وطني؟ أنت عيونك عيونك مغرقة مغرقة إنك تحب. فإذا في رسالة عاطفية مثلا الحب حق الأم والوطن. الحب حق الأم والوطن خلاص ما غير ذلك تعود حياة وجهة نظر وجهة نظر تصريح قوي. أنا اعتبرتها وجهة نظر. أنت ما تبون تصاريح البرنامج تصاريح قوية. أنت تكلم عن حب الأمة الحين. الواحد يحب أمه وأبوه وحب وطنه. هذا الحب الحب والعشق هني. بنت ما أدري سيارة ما أدري شنو هذا تعود. أنا متعود أطلع من البيت أدق على فلانة لراحت هذه ما قمت أكلمها صار هذه العادة مو فاقدها الدودة لا لا. فكل شيء عادة وتعود ما إلا الوطن. يزعلون الرومانسيين الحين. خليش عارشك وعلى ما الرومانسية جيل جديد يمكن جيل الشباب فيهم رومانسية خلهم كيفهم. يعني حسن باللام يقول الحب للوطن والأم. لا مو الام بس يعني الام الابو الاهل يعني انا قصدي امك تحب ولدك عرفت. انت ما نفيت تحب الولد حب نفيت تحب لا لا حب اهلك انا ام الابو هذا الحب الاسره حلو ما اللي يطلع عن نطاق الاسره عادة تعود نعم. وتعود حال حال اي شيء ثاني يتبدل فعلا الام ما تتعوض. ونسمع زهيريه عن الام من فنان حسن بلام يقول روحك تشم روحك تشم عتيج الطيب من راحة أمك. أمك رضى الله عليك وراحتك من راحة أمك تبرى الهموم بلمسة بس من راحة أمك. روحك تشم عتيج الطيب من راحة أمك رضى الله عليك وراحتك من راحة أمك تبرى الهموم بلمسة بس من راحة أمك. خذ من كلامي بعض حكي وعبرة ومن زمن غيرك اخذ معنى وعبرة وطاريها ليجا بذمتك ما تخنقك العبرة. شوف حولك وش بقى من راحة أمك؟ لقيتنا العبرة والله عليك الله عليك. ماكو شيء لراحة أمك ماكو شيء حولك. صح الله لسانك. أثبت المقولة اللي قلتها بهالزهرية الحلوة. يقول ظلام البيت ظلام البيت ما نور من بعدك ولا يوم. ولا يوم. ظلام البيت عطونا تحت شوي شيء خل أعيش. ظلام البيت. ظلام البيت ما نور من بعدك ولا يوم. عسى ما أخطيت بحقك يا يمه. ولا يوم وعيني ما وقف منها الدمع ولا يوم. ضعت من عقبك يا يما آه وربي يما آه يما أحس الموت جاء ربي واطلب من الله الصبر يا ربي. صحيح بعد ما أقدر أناديك يا يما ولا يوم. الله عليك صح الله لسانك. صح لسانك. يعني اللي يعرف حسن البلام يقول هذا رجل
كوميدي بحت. لا هي في مشاعرنا في اليوم في شيء في شيء ثاني حسن. تبكي لولو والله. لا لولو لا تبكي براعي عينك دي مقطره فيها. الله يحفظ امهاتنا جميعا. الله يحفظهم الجميع ويرحم امهاتنا وامهات المسلمين اجمعين. يعني هذا من الاشياء من اللي طبعا هذا تشجيع من اخوي عبد الله الرويشد ابو خالد انه ياخذ من حسن البلام. انا لما كتبتها يكلمني كان عبد الله الرويشد بالسيارة فأقول أبو خالد عندي لك مطلع كذي زهيرية. قال إيه الظهر. إيه مو مصدق وأنا فعلا كاتب بس أول اللي هي مال اللي راحت الأم ما تقول لي شو يصير بالأخوان. إيه يعني كان يقول لي بعد عبالة بتصير كوميدية. إيه ما يجي الحس فيها عالي. إيه يقول لي بعد قلت له ماكو شيء. قال لا اليوم تكتبها. كفو تكتب ما تكتب كملناها اللي هي اللي راحت الأم ما تقول ليش يصير بالأخوان من أول الزلات يا ابن أمي تجازيني بالأخوان أضحك وسولف بس بالقلب بلا أخ وان اشرب يا أخوي من قسى الدنيا على مهلك لا طيبي نفع ولا ضمر فيك علام أهلك أنا أعرف نعمة النسيان لا تخاف علي مهلك من بعد عينك يا أمه وحيد ظليت بالأخوان. الله عليك صار فغناها رويش. زين كأنك مو مهتم بالجانب هذا وانت مبدع رائع صراحة والله مو تزلف. لا مهتم. مهتم فيه. اي ولا تشوف النوتس عندي بالتليفون كله كلمات. بالتليفون يعني في قادم الأيام راح يكون في عمل كغنية زهيرية موجودة لحسن بلام. إن شاء الله أنا أكتب بس زهيري يعني في عندي وايد زهيريات بس أنا قاعد أقول اللي هو شيء اللي ضيق خلقكم. حلو لا زين الزهيري هل 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 لها قبول عند الجيل الحالي؟ فيه. في جيل الآن قام يهتم بهالمكان يعني. بس ما في عندنا بالكويت. كتاب؟ لا في وايد. بالفترة الحالية. إيه في في. زهيري. في كتاب وايد وأنا يمكن من أقلهم وأضعفهم. لا إن شاء الله أنك بس يمكن الحظ ساعدني ومعرفتي برويشد والناس اللي حولي والشعراء أكيد فعطاني سهل لي حلو الوصول. حلو الفنان حسن البلام يعني شاركت في مسيرة مثل ما ذكرت زميلتي لولو مو أنا ربع قرن كذي قالتها هي 25 سنة صح زين قرن ربع قرن يعني فرق لما تقول 25 سنة يعني أنت مقابل باندا فشاركت العديد من خلال الأعمال مع عمالقة الفن الكويتي وغير الكويتي وأمثالهم الفنان العم أبو عدنان الله يطول بهم شو اللي استفدت منهم صراحة؟ كل واحد استفدت منه شيء تستفيد من اللي يجيب لك شاي من العامل الاحتكاك بأي إنسان حتى العامل مراك لما يجيب لك شاي يقول كلمة أنت تستفيد منها إذا تتكلم عن عم أبو عدنان يبي لي أنا حلقات حلقات مو حلقة واحدة لأن أنا قلت أبو عدنان ما هو شخص عادي هذا منظومة حياة الله الله يحفظه أنا مو مستعد إني أجامله أكيد لأن أنا ما أدري متى اشتغلت معه ولا أدري متى راح أشتغل ولا إن أنا أجامله ولا هو يجاملني ما إحنا بحاجة هالشيء هذا فأبو عدنان منظومة بالحياة فوق الكوميديا والأشياء اللي يسويها حلو فهذا ما أدري ماشي تصور أقول لك حلقات باجي الناس وايد أقول لك أي إنسان صغير كبير تشتغل معاه راح تحصل فيه شيء شكلت ثنائيات جميلة كانت جميلة الثنائيات يعني نقدر نسأل عن سبب الانفصال عن الثنائيات بدون ما نذكر أسامي صج ليش لا نذكرهم ليش لا عبد الناصر لا درويش عادي أنا أذكر عبد الناصر درويش أبو حمود طارق أبو حمود طارق العلي من خلال المسرح بالمسرح. داود حسين مسرح وتلفزيون ايه؟ طبعا بداياتي لما طلعت مع داود حسين أبو ايه؟ حسين طبعا بالنسبة للتلفزيون أبو حسين احتضني يعني قدم لي أشياء وقدم لي أدوار ولما برزت يا حسن البلام وخرت عنه ما وخرت عنه أنا بأسباب الانفصال هذا هو ما في انفصال مشكلة ما إحنا ربع وأخوان ليه الحين إن شاء الله قلت لك بوجود الرد نرجع على أبو فواز وكيل وزارة قاعد يحاول يردنا بعمل إحنا ما بيننا أي خلاف داود أخوي وأنا أخوه وقصبا عليه غصبا علي يعني شوف اذا صار بين الاخوان مشكله انت واختك انت واخوك يصير مشكله سنتين بس مراتكم ترجعون حلو صار خلاف فتره وردينا واخوان سوء خلاف او 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 إيه. انا بعرف الخلاف شنو ماكو والله شيء بسيط يعني داود سمع حكي ما قال لي كبر بمخي ما قمنا نشوف بعض ما سمع بعض ليش عقب 7 سنوات او 6 سنوات لما شفنا بعض بنص ساعه طاح كل شيء أيه. قلت لحين وين هالست سنين حرام تعال خلينا نشتغل عمل الحين وحين إن شاء الله قاعد نجهز عمل وقاعد نحط أفكار جديدة وإن شاء الله راح يكون حق تلفزيون دولة الكويت وطارق العلي
بو حمود انا معاه بالمسرح، طارق هو فرضني بمسرحية جلباب زوجتي. ما شاء الله. ايه فرضني على المرحوم محمد رشود، قال انا تبيني اشتغل جلباب زوجتي بحسن البلام. قال له منو حسن البلام؟ ما اعرف. قال معاي بالمسرحية اللي طافت. قال يبه يبته واشتغلنا. محمد رشود الله يرحمك يا ابو صقر، قال انا بديت المسرحية بنجمين اللي هو عبد الناصر وطارق، وخلصت المسرحية بثلاث نجوم. ولكن جت فترة من الزمن بعد آخر مسرحية طلعنا أنا وعبد الناصر قلنا بننتج يواش يواش، وفعلا طلعنا وأنتجنا. فما في خلاف، ما في خلاف يعني. لا هو ماكو خلاف. عبد الناصر اشتغلنا الأعمال هذه اللي بالتلفزيون سنة من السنين، صارت حركة وايد جميلة، راحوا وعطوا عبد الناصر زيادة بالأجر. تعال كم تأخذ؟ قال والله مع البلام أنا أخذ هالكثر. قال يبا هذه زيادة 30,000 مثلا تبع الزود، مو غلطان. نعم هو مو غلطان عبد الناصر. حلو. الناس اللي جت من ورا، احنا ثنائي وماشيين بحياتنا ونصور بسوريا الله يردها ان شاء الله يفك عوقهم ان شاء الله الله ينعم عليهم الامن ان شاء الله مره ثانيه. هالدوله الجميله اللي عشنا فيها احلى ايام عمرنا. نعم. من خلال الانتاج، من خلال الانتاج الفني. يو ناس من ورا وعطوا زياده. زعلت انت. ومشكلة الناس هذول نفسهم يدقون علي، عبد الناصر كم ياخذ معاك؟ والله وايد. تبي اذكر اسامي؟ اذكر. لا 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 ان شاء الله. تبون اعلي سقف الحلقة؟ انا بذكر. اعلي سقف الحلقة، خلي خاص عبد القادر. لا لا لا. صار له اربع اشهر يدقدق الحين علي. تماما ان شاء الله. لا انت اخلاقك تسمح انك تخطئ بحق احد، ولا احنا اخلاقنا نطلع احد يتكلم من احد ثاني. بالضبط. انا قاعد اقول لك تبي عشان كذي، لان انا ما عندي مشكلة. انا ما غلط عليهم، هذا شيء صاير. اشوف حبيبي. انا ادري شنو قاعد اقول، شنو انت بتقول لي، لكن هذا شيء صاير. عشان كذي اسالك تبي اقول تبي يقعد معي حتى لو بالمكتب، مو هني اتكلم باللقاء. لان ما راح اذكر بلقاء. انا فاهم. انا اقول هذا بي اقعد معي واقول له هذا صار. عبد الناصر مو غلط، وراح الحين والان لما رجع الكويت يا ابو درويش وقاعد يصور مع عبد الرحمن العقل مع اخوي ابو خالد، انا رحت لهم التصوير. عبد الناصر يوميا يخلص تصويره اي عندي المسرح. ودش معانا مسرحية عطالي مطالي ثلاث مرات. الله يتمم ان شاء الله العلاقات الاخويه ان شاء الله تتم على طول. نشكرك جدا على وجودك معانا اليوم، والكل يدري ان انت مواليد فيلتشة. صحيح. شلون ما تشوف دارسك بالربيان؟ نشوف. واحنا هذا سالفتنا الربيان، مخلينك ويانا حق الربيان. شلونك مع الاكل البحري؟ اوه خلاص راح تبقى معانا بليالي الكويت. انت ما قصرت معانا اليوم، غنيت لنا وعطيتنا زهريات وكشفت لنا كواليس سيلو هيل اللي ان شاء الله راح يعرض على تلفزيون الكويت، وراح نتابع احداث المسلسل ان شاء الله يكون في رمضان تلفزيون الكويت ان شاء الله. واتوقع ان شاء الله وقتها يكون بعد الفطور باذن الله ان شاء الله، ونقدم لكم وجبه خفيفه يعني. خليك معانا على وجبتنا اليوم مع ما بياكل. لا لا بروح. لا 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 بحري ما يصير. لا لا ما بتونا ماكلين بريك احنا تو بنتعشى. لا اذا انا خلصت. انا احب اشكر كل قائمين على البرنامج، احب اشكر هالويوه الطيبه الحلوه العسل عيالي او اخواني. انا ما بكبر نفسي لكن سعادتي لما اشوفكم اقسم بالله انه ما توصف. وان شاء الله نلتقي مع بعض. انتم نجوم كبار وتشيب يا الوسمي، ونلتقي بلقاء وانا جاي على ويلشير. لا اشكرك ان شاء الله. انا قبل ما تشكر انا بحييك على اخلاقك الجميله مع زملائك اللي كان في تواصل معه وبعدين صار في انفصال وقلت ما في شيء. هذا اخلاق الفنان الكويتي اللي احنا نحبه صراحه. انا قلت انت الناس يحبونك كممثل بس اللي ما يعرفونك كشخص قريب من الناس كلها الصغير والكبير، فحيك على اخلاقك. والله انا اذا اخلاقي طيبه ما تتخير عنكم. اذا انا الاخلاق وتربيتي انا طالع من ارض طيبه مثل هالارض هذه ارض الكويت. وانا والوسمي والعسلاوي احنا كلنا اهل ديره واحده وكلنا عائله واحده، ومهما اختلفنا مهما اختلف فيك راي عن راي، ما اختلف فيك راي، مهما اختلف راي عن راي. فاحنا ما احنا نختلف، احنا بمكان واحد وبمركب واحد بلا شك، تحت قياده واحده. انا اشكر الاخوان اللي سعوا اني انا اكون بينكم. وانا وايد مستانس انا بينكم، شفتني ماخذ راحتي واضحك من دشيت الاستديو كني داش بيتي، وفعلا هذا حقيقي. تلفزيون الكويت هذا بيتي. انا اشكر كل من وقف مع حسن البلام في هالسنين كلها ووصل لهذا المستوى. الحمد لله اللي ان شاء الله اكون مشرف
ديرتي قبل لا أشرف اسم عائلتي واسمي أنا كشخص. إن شاء الله أكون مشرف هالبلد هذا. أكيد وأنت مشرفنا أكيد. بكل الشكر أكيد للفنان الجميل حسن البلام، وإن شاء الله راح تشوفونه في عمل جميل سيل وهيل في رمضان القادم بإذن الله. عسى الله إن شاء الله نشوف رمضان لا فاقدين ولا مفقودين إن شاء الله. لولو إن شاء الله. زميلنا عبد الله الطراح دائما عنده فقره جميله. الله يعين ضيوفه محمد. أيوة الله يعين. مع ان عبد الله الطراح يعني حبوب وحليو طيب، لكن فقره الاعترافات عنده فيها كذي اكشن عصبيه وجديه. تنس. الله يعين اميره محمد. اليوم ننتقل مع فقره عبد الله الطراح بعد الفاصل مع اميره محمد الله يعينها. نتابع معاكم مشاهدينا.